كاين كاين يا ربي، هو البراسي ديالو كاين هذا كيدير 3200 درهم، 320 اورو، 64 الف ريال. هادو كلهم الهميزات مستعملين في الدوزيام مان. اشناهو اختي؟ ها انت كاينه هادي، انت هي فيها الكرسي هاي. الثمن ديال هادي راه 1700 درهم، 170 اورو، 34 الف ريال. 1700 درهم، 170 اورو، 34 الف. هادي فيها الله علق الله، هادي فيها شناهي؟ دخل يكمل. هذا الثمن ديالو 3200 درهم، 320 اورو، 64 الف ريال. هذه الثمن ديالها 1600 درهم، 160 اورو. ها هما هادو كلهم في الدوزيام مان مستعملين. شوف هنا، شوف ها انت كاين هاد العلاقه ديال الطروات ديتا هي السلسله الشوبار، كدير 2550 درهم، 255 اورو، 51 الف ريال. هادو كلهم في الهميزات مستعملين. عاودوا لينا الحلقات. نعم اختي، نوريك الحلقات. الحلقات اللي دوزت قبيله هما هادو، هما كاينين هادو 1800 درهم، 180 اورو، 36 الف ريال. هادو ياك ديال الكلاش، كاينين هادو الكلاش، هادوك في الجلد، هادوك الكلاش اللي يقول قبيله. هادو 1350 درهم، ها هما 1350 درهم، 27 الف ريال. ها هو 1350، هادو فيهم السداده 1350. عصير الصابون، واخا عصير الصابون اختي كاين هذا، ها هو عصير الصابون كاين واحد كيدير 38500، وكاينين هادو 1800 درهم، ها هما 1000، لا 1650 درهم، 1650 درهم، 33000 ريال. هادو كلهم في الهميزات الدوزيام مان مستعملين. هادي شحال الغرام الهميزات؟ 590 درهم على الزهور، 590 عبر هذيك. شنو النباله؟ ما عرفتش شنو هي النباله. الله هاك الله، ها هي. ها انت كاين واحد الكرميط عاوتاني زوين، واحد الكرميط خفاف. ها انت الثمن ديالها 1400 درهم، شفت كيفاش ديال برا تخدم ماشي ديال هنا. 1400 درهم، 28 الف ريال. عفاك ورينا الطاقم بلدي. واخا واخا خصني نمشي لارخا ارخا، هذيك الطاقم بلدي هنا راه يلاه زيد الطاقم بلدي كاين هذا. ها يلاه نبدا لك الطاقم بلدي كاين هذا واعر، يلاه خديته. ها مزال هذا، هذا كامل كيتقام 42000 درهم، 4200 اورو، 4 مليون و40 الف ريال. هذا فيه الميزان ديالو 71 غرام، حلقه بلوطه، وهذا تا هو فيه بلوطه. يلاه خديناه اليوم كيدير 42000 درهم، 4200 اورو، فيه 72 غرام. ياك ها هو كاين هذا، كاين هذا حتى هو قريب ليه، ولكن هذا ما فيهش هذيك البلوطه. هذا الثمن ديالو كيدير، هذا ثقيل فيه 116 غرام، هذا فيه كيدير 67400 درهم، 6 مليون و100 6 مليون و150 الف ريال، 6740 اورو. يعني هذا مازال كيما قلت لك هذا خفيف شويه، هذا كاين الثمن ديالو كيدير الثمن ديالو 4200 اورو. هذا هذا الفن هذا، ها انت شوفوا هذا وشوفوا هذا، ولكن هذا فيه 116 غرام. انت باش تعرفوا هذا راه مغلف، ها انت مغلف من اللور، هز الذهب زعما، هذا هز الذهب مزيان. الثمن ديالو 6740 اورو، هذا 6740 اورو. اللي بغات شي كولي بلدي هز الذهب مزيان ثقيل زوين، خذي هذا، هذا زوين حيت هذا خفيف شويه، هذا فيه غير 71 غرام، هذا ما مغلفش من اللور ديالو. ها هذا خاوي من بالنسبه للكولي ديالو، من هنايا راه خاوي شي، هذا خاوي هذاك مغلف، هذاك زوين مغلف ثقيل. يا كنوريك هذا لازم هاك، شنو هي؟ والله ما عرفت شنو قلتي، اش قلتي لي شنو معنى لك البراس؟ شنو البراس اللي معنى لك؟ حاجة تشري لويز ديال الراس، الراس الراس مطلوبش عندنا بزاف. كاين هذا حتى هو بلدي كيدير 46000 درهم، 4600 اورو، في 78 غرام. هذا حتى هو بلدي. حتى كاين هذا ارمي الاخر، ها هما حلقات ديال شحال؟ ما قالتش ديال شحال.
تقولين ثلاثة مخرمين الاخرين البلدي اللي قلت لك حيد الخاتم ديال لويزا هو كاين هو البراسي ديالو ها هو البراسليت لو كاين تا هو لا تيكوش غادي يدوز لكم اليوم قلت لكم الهميزات اليوم شحرين ان شاء الله شفتي حلقات هاد الصور اللي بغاتو ها انت البراسلي ها انت كاين الخاتم ديال لويز والبراسي ديالو يلا خدينا تا هما اليوم الخاتم الثمن ديالو كيدير 8300 درهم 8300 درهم 830 اورو 166 الف ريال كندير اسمه بالعربيه بالسميات كنصايبوهم ان شاء الله لاله حريه مرحبا بك حسن دير الحلقات ديال الكلاش والله ما عندي بجد عندي لك في الكوفر ما حطيتهمش هما شي متى غدا ونقول لك ان شاء الله هذا البراسلي هذا كيدير 14200 درهم 1420 اورو 1,084,000 الف ريال القياس ديالو فيه ستونز هذا قياس كبير ستونز شوف كيفاش عريض من هنايا ياك والخاتم ديالو حتى هو راه مغلف الخاتم القياس ديالو جوج هما ها البراسلي ها الخاتم عافاك براسلي ميسيكا مسيرتي بالحجر عندي في الجديد اختي في الهميزات لا محال هذا الثمن ديالو قلنا 1420 اورو 1,084,000 الف ريال هذا البراسلي والخاتم كيدير 8300 درهم 830 اورو 166 الف ريال لكولي بلدي هو هذا هذا الطقم ديال هذا كيدير 72 هذا زوين هذا واعر واعر هذا غزال هذا الكولي تما كامل فيهم السدار طايح يطيحوا اليوم هذا الثمن ديالو كيدير 72400 درهم 72400 درهم 7 المليون 7 المليون 72400 7 المليون و 48 الف ريال 7 المليون 48 الف ريال اللي يدير هذا الطقم هذا الكولي الخاتم الحلقه هذا الميزان ديالو فيه 122 غرام ثقيل ما شاء الله هذا يا اختي قالت لي واحد السيده ديال موني بوفار هو اللي كيصايب هذه الخدمه هذه خدمه شي واحد القاوري عندنا هما كيخدم هذه الخدمه هذه موني بوفار هذا كيبيع بالثمن باش كيدير هذا قلنا 7240 اورو اللي داير هذا 7240 اورو بلدينا اختي نعم ثلاثة هما اللي وريت الحلقة تاعو ها انت كاينه هذه الكورميت هذه الثمن ديالها 1400 درهم 140 اورو وليتي تتغلي بزاف حسن اختي راه الذهب اللي غالي بزاف اختي الا انت عندك شي حاجه جيبيها لينا اختي الا عندك انت شي حاجه رخيصه عندك الله يعطيك الخير الا ما جيبي لي ترى الذهب راه كيدير 550 درهم الله يهديك 11000 ريال الماده الخامه 11000 ريال سولي على الذهب شحال داير اليوم في السوق سولي ولا انت واقيلا كتسمع على ملايين كتقول لي كيغلي واش ممكن اولدي حسن تخلي لي جوج سناس بلا تعليقه لطيفه هادو كيمشيو والله الا كيمشيو بالتعليقه هذا والله كاين هاد البرميت هادي كدير 2450 درهم 2450 درهم 2450 درهم شحال 2450 49 الف ريال هذه 49 الف ريال هذه ادي دايره غير 800 درهم هي 800 درهم 16000 ريال غير 16000 ريال لا 80 اورو هذه ها انت كاينه هذه حتى هي في هذا الخيوشه زوينه حتى هي هذه الثمن ديالها كدير 1850 درهم هذه فرق فيها 1850 درهم 185 اورو هاي 1850 درهم 37000 ريال هذه 37000 ريال هذو كلهم في الكروميطات اللي غنحطو اللي حطينا لكم في الميزات عندي واحد الغيفيغ في البيض ها هي غيفيغ في البيض ولكن غير الذهب بيض ماشي ديام هذه كدير 6150 درهم دي بحال الخدمه ديال الديام 6150 درهم 615 اورو 126000 ريال دابا مزال غادي تزاد اختي مازال
حسن كاين شي بوندونتيف فانكليف؟ لا لا اختي ما عنديش الفانكليف. لا هانتي كاين هاد السلسله اللي هي زوينه، ها هي هاد السلسله هي بالثمن ديالها كدير 3500 درهم 350 اورو. ما بقاو عندنا فلوس مع هاد الغلا والله اختي، حتى الدم ما بقاش شي شويه شويه الدم غيبقى يشلقها زيد. ها دابا حنا دابا استعن الله العظيم ما كاينه شادو زعما اللي بعنا حنا دابا ما كرهناش يرجعوا لينا ما كرهناش يرجعوا لينا يرجعوا لينا. شوف الله يعطيكم الخير الناس اللي باعوا ليا يردوا ليا ونعطيهم الثمن باش شراو. راه تنادم معايا الحال الله يعطيكم الخير. شوف تنادم معايا الحال بعث لكم الله يعطيكم خذوا رزقكم عطوني رزقي. الناس اللي بعثيهم يردوا ليا يردوا ليا يردوا ليا ساعتي. طلع هذيك السلسله ديال 800 درهم 800 ولا غورميت؟ شنو؟ غورميت هذيك غورميت ها هي عند حسين. هذه الثمن ديالها ديال 3500 درهم. وانا علاش غنجاوبك اختي ليلى قولي لي 3500 درهم 350 اورو 70000 ريال. ها هذه السلسله نعم مول سبعة. شنو هذيك مول سبعة؟ واش مول سبعة لا فورو؟ ما عرفتش مول سبعة اللي كتهضر عليه. مول سبعة لا فورو. السلام عليكم. نعم اختي ايمان مرحبا. هانتي كاين واحد الكولي ها انت واحد الكولي تا هو هذا في غير كولي بوحدو صراحة ما فيش الحلقات. هذا داير ليه كولي بحال هكا ومكملينو بالسلسلة. هذا الثمن ديالو غادي تقادي غادي يقاب 13200 درهم 1320 اورو مليون و 64000 ريال. ها هذا كولي بالسلسله، هذا فيه السلسله السلسله اللي دايرين اللي كدايره 13300 درهم 1320 اورو. ما انا قالت لي علاش كتبيع دابا؟ والله ما كرهت نحبس دخلتي عندي. هذا هو بلاتي اخويا بغيت تبيع السلطه تطلع غير شحال عاجي نعطيك 500 درهم للغرام يلا جيبيها لي. اوكي باقا نجي داخل 500 درهم. لا لا خويا جاوبني عافاك شحال الغرام جديد البراسلي ميسيكان سيرتي بالحجر. اختي ياسمين تعاوني تقريبا على واحد 650 درهم. دابا كاين اللي كيبيع حتى 700 درهم. كاين دابا ديال تركيا 700 درهم رافينيتي تقريبا 700 درهم. مازال هاد العاديين كيتقام بهذيك 670 650 على حسب. حنا نبغي زوج سلاسل نشوف اختي البراسلي الكلو نقص ليا فيه 300 درهم ما وصلنيش وقيلا باعو ما عرفتش ليلى قالت لك شي براسلي كلو نقصو ليه 300 درهم وشويه وصلي وقيلا باعو اختي ليلى والله ما عرفتي لك ممكن تلقى الضو توصلي معنا ما عرفتش حيت غير الناس الله يعطيكم الخير كيوقع واحد المشكل بحال الله يعطيك مزيان ملي قلتي ليلى بحال هكا. دابا كاين الناس دابا كاين زعما مثلا كتكونفيرمي مثلا كتكونفيرمي مع البراسي مثلا كتقول لي خليه ليا كيبقى عندي نهار انت ما كتجاوبيني على نهار يومين عاد كتجاوبيني. هذا كيجي عندنا وهذه ما تنقول لكم راه كيجي واحد الغد ليه ولا ديك الساعه كتقول لك غنخلص. والله الا البارح واحد السيده جات واحد المنظمه شافتها عندي صورتها قالت لي غنمشي نتصاور مع راجلي ونجي في العشيه. والله الا مشات بساعه جات واحد السيده خلصت هذا كاش ما كاملش ساعه. والله الا جات داتها كاش 18 مليون ديك اللي قلنا درنا 18000 درهم. مشات قالت لي صورات مشات قالت لي في العشيه نجي اختي ما عطيتنيش العربون جات قلت لها راه ما يمكنش قلت لها واش اللي جا غنخلي اللي جا غنخليك بياسه راه كيجي انا غير عندي بياسه وحده بحال دابا انت عطيتيني كلمه. هذا واحد السيده كنهار واحد السيده هاي السيده ديك النهار تقلقات علينا على هذا ها جات هي قالت لك نهار درتو البخومو قالت لك نهار درتو البخومو هذا نهار ديك النهار البخومو ديك الساعه ب 530 درهم 500 باش درنا ديك الساعه البخومو وديك الساعه قالت لك ديك الساعه قالت لك كلمه قلتي لي خليه خليه ليا ودابا جات قالت لك لا غنديك اختي راه ما يمكنش راه ما خلصتينيش فلوس كون خلصتيني هذوك الفلوس انا غنشري فيهم شي حاجه اخرى من ديك الساعه البخومو نخليه ليك كلمه قالت لي لا فلوس ديالي انا كنواجد قلت لها ملي كنواجدين عطينا اختي حيت دابا الدبتي تزاد ما يمكنش ليا نبقى نتسناك. الله يعطيكم الخير الناس دابا الدبتي تزاد اللي يكون اللي بزاف والله حتى اليوم تزاد اليوم 10 دراهم كانت 540 درهم مع 12 العشيه وصلت 550 درهم في الجرام. الله يعطيكم الخير هذا الشيء الله يجازيكم بخير شي ديال الميزات كونفيرمي ديك الساعه بيع حيت الا قلت لك انا غنزيد عليك ما غاديش تقبليها. امين يا ربي امين الله يعطيكم الخير. هذه كنقول لكم وبالاخص وبالاخص في الشيء ديال الدوزيام بالاخص حيت انا كنوريك بياسه وحده كنوريها لك هي اللي عندي
والحمد لله حيت دابا اللايف انا عندي بزاف ديال الناس كيشوفوا اللايف. ممكن انت تكون فيرمي معايا واحد اخر غتقول لي ديك الساعه غنخلصك، راه ما يمكنش انا نتسنى. الا كنتي شي حاجه كونفيرمي ديك الساعه مع البنت، مع كاينه دابا ملكه ومريم، كونفيرمي ديك الساعه قول لي صيفط ليا ولا غنصيفط لك الفيرمو ولا باش الله يعطيكم الخير. حيت دابا كاين، حيت دابا كاين اللي كتقول لك ما كتجاوبش على نهار، كعاد كتقول لك ولا لا خليت لك الاوديو، والبنات دابا كاين شي واحد كتقول لي راه كنعيطوا ليهم ما كيجاوبونيش. الله يعطيكم الخير. سمحوا لي على سميتو اللي كنقول، بغيت هذا الميساج باش حتى شي وحده ما تقلق علينا الا بعنا البياسه. سعسال ما جاو ما جاوبتيش. نعم اختي نجاوبك اختي حفصه، قولي لي حيت كثرتي هاد الهضره سمحي لي. غير باش نشرح الناس اش كيوقع وهذا الشيء كامل كنقول لي مكتبه لي شي حاجه راه تا هي خويا ديك الشيء ما كيكون غير سبب. والله اللي مكتبه لك والله ما يدي لها شي واحد. قالت لك الا كانت كليانه عيط ليها حشوم. لا لا حنا راه كنعيطوا ليهم. لا حيت دابا هذيك اللي خرجت هنا لا قالت لك انا تنشوف، راه ما يمكنش كيفاش تعيط ليها باش عارف انا غترجع. اللي مكتبه لي شي حاجه راه تياخذها، اللي فرزق شي حاجه راه غياخذها والله. هذا 5000 درهم، هذا ديال 5000 درهم، هذا لاباك هذا بيض، ديال 5000 درهم 500 الاورو، هذا في الذهب البيض 5000 درهم. كاين هذا حتى هو ديال خمس، هذا حتى هو في البيض الثمن ديالو كيدير 2900 درهم. هذا الثمن ديالو كيدير 2900 درهم. شوف الله الرحمن يديه، الا قلت لك بغيت حاجه خليها لي واخا مرحبا، ولكن لا ولكن راه قلت لي خليها لي، راه خاصنا شي انا شنو عندي البياسه مثلا الا ماشي راه خاصنا غدا نتخلص فيها، راه كنشري بزاف، راه كيخصك يوميا الفلوس والله حتى يوميا خصك. اللي عندك الفلوس ما يكفيش حيت كتشري ديما 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 كتشري. الا ما بعتيش بغيت تشري بحال دابا انت كتقول لي خلي لي هذا، يقول لي خلي لي هذا، ايوا الناس اللي غتجي عندي انا راه كتبغي تخلص كاش ملي غتجيب الفلوس. مولات الدباج الا كانت كليانه صحيحه بيعوا ليها. ولكن اختي قالت لي كذا، الحمد لله الكليانه كلهم كليانه صحاح، الحمد لله راه كلشي الناس اللي كيتقدوا عندك الحمد لله صحاح، ولكن لا راه خاصك اشنو هو البخومو دابا انت ملي كدير البخومو شنو هو البخومو؟ البخومو عنده واحد الوقت خاصك تبيع صافي. البخومو استغليتي ما استغليتش خاصك ترجع للثمن ديالو. يا ملي كتغدي ديك البخومو وتا ترشق ليك وتجي تشري راه ما بقاش بخومو هذاك. بغيت عطيك 40 وقلت لك اه ماشي مشكل ما بقاتش حاجه، كنرجعوا نعربوا الناس ما عندناش مشكل حنا الحمد لله. هذا الثمن ديالو 2900 درهم، هذا 290 اورو 58 الف ريال 2900 درهم. مرحبا مرحبا بك. وهذا الشيء كامل حتى اللي درنا ليها شي حاجه تسمح لينا اللي جاو دابا عندنا ليها شي بيازا نعوضوا ليها بشي حاجه اخرى ماشي مشكل. مرحبا بك الا جيتي مرحبا، يلا زيدي شري شري زيدي. واحد الحلقات بيضين انتوما كخيول زوينين وثقاله ديال رافينيتي كيديروا 4700 درهم، هما 4700 درهم. لا والله العظيم حتى كاين يسرا اختي اقسم بالله تاني يسرا مع الناس. راه كاين الناس اللي كتشطر على 200 درهم 300 درهم كتقول لها مثلا حنا نقسموا الصبر، يقول لك لا واش غدير ليه. ها والله الله يسمح لنا ويسمح لكم. واخا انا نوريك النظام اختي والله ما بقاو عندي بزاف، انا نوريك النظام اللي عندي دابا. هذا الثمن ديالو كيدير 4750 درهم، 4750 درهم 475 اورو 475 اورو 95 الف ريال. كخيول هذا راه فيهم 8 غرام ثقال. ياك اختي ها هو هذا من بعد باش راه عندي الساعه بزاف، الا بقيت كنهضر والله ما غنكمل شي حاجه. بلاوني خليوني خليوني بلاتي. هذا كيدير 5000 درهم قلنا في البيض ياك. ها انت كاين هاد الحلقات هادو البونيتيف ديالهم، هادو هما في البيض هادو كلهم يلاه خديناهم. ها انت كاين هاد الحلقات بلاتي ندوز هاد الساعه ديك الساعه نعاود نوريكم ديك الساعه اللي بغات تشوف شي حاجه ياك. هذا الثمن ديالهم كيدير 7300 درهم، هادو في البيض ديال رافينيتي 7300 درهم 730 اورو 730 اورو 176 الف ريال. ها 7300 درهم 730 اورو 146 الف ريال. هادو حتى هما في البيض كاينين، هادو حتى هما يلاه خديناهم هادشي كله في البيض يلاه خديناهم. كاين هذا كيديروا 9000 درهم 900 اورو فيهم لي بوكل والبوندونتيف، حتى هادو ديالو قبيله فيهم البوندونتيف والحلقات. هادو كيديروا 9000 درهم 900 اورو 180 الف ريال حتى هما في البيض.
اخ انا غادي نوريك انا هاد البراسليت اللي عندي دابا يلاه خديتهم. ها انت كاين هذا البلدي هذا كيدير 5500 درهم 550 اورو 110000 ريال القياس ديالو 5.8 هذا زوين 5.8 كاين عندي واحد 3 ديال الاكس ها هما